إذا كان رجل أو امرأة من ذوي الأرحام يرفض رد السلام وأنا مستمر على تأدية السلام، فهل يعتبر ذلك من قطيعة رحم؟ البدائع بالسلام سنة ورد السلام واجب. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رد السلام واجب ولا يجوز أن يترك رد السلام. الذي لا يرد السلام يعتبر عاصيا وتاركا لواجب عليه. جزاكم الله خيرا.